السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أحلامنا الجميلة. يا رب يجعل كل أحلامكم أحلامنا جميلة إن شاء الله، وناخدكم من عالم الخيال وعالم الأوهام ننزل بيكم الأرض الواقع. هنفسر ونعيد ونقول كمان، وأي حد عايز يعرف أي حاجة، أي رمز في المنام مش عارف معناه إيه، مش قادر قايم من النوم، مش قادر يفهم هو إيه اللي شافه بالظبط، ولا ايه الرمز اللي بيرمز ليه الحلم ده، احنا معاه النهارده ودلوقتي ان شاء الله الارقام بتاعتنا تنزل على الشاشه ونتواصل معاكم، ويكون خير ليكم وخير عليكم ان شاء الله. تمام كده. دلوقتي احنا معانا الرموز في الاحلام. الرموز في الاحلام يا جماعه هي عباره عن علامات. العلامه دي قلنا قبل كده الاكل معناه ايه، والاكل ده حاجات كتير، قلنا الشرب، قلنا الالوان، قلنا حاجات كتير قوي. قلنا كمان من ضمن العلامات دي النهارده ان شاء الله ممكن نفسر مع بعض معنى نقدر نقول ايه، مين المتزوج او مش المتزوج، او رمز الزوج ايه في المنام، او الزوجه ايه ليها رمز. فعندنا هنا مثلا اللي بيلاقي نفسه ماشي في الرؤيه حافي، ده معناه ان هو ماشي حافي خالص، ما يعني معناه ان هو فاقد الزوج او الزوجه، أو مطلق أو مطلقة أو أرملة. كمان بالنسبة للست لو لقيت نفسها بتلبس حذاء، الحذاء ده بقى أيا كان بقى شكله، أو شبشب أو جزمة أو صندل أو بوت، لها كذا معنى، وكل حاجة كل خامة بتعني شيء معين. الخامة دي اللي هي مثلا نقدر نقول ايه، لو جلد يبقى هو مثلا رجل وقور، رجل ذو مكانه. لو مثلا بلاستيك ده رجل من نقدر نقول ايه، من التجار. لو مثلا حاجه تانية نقول من عوام الناس، وخاصه لو هي عباره عن قماش او شمواء او كده، ده من عوام الناس. فكل حاجه ليها رمز، كل معنى بتشوفه المراه، يعني المراه اللي ماشيه حافيه وعماله تدور على الحذاء بتاعها، دي معناها ان هي لسه ربنا ما رزقهاش بضلتها، ضلتها يعني زوج يكون صالح، يكون حد يعني بتامل او بتتمنى ان هو يتقدم لها، او بتتمنى تلاقي زوج بصفات معينه، فده معناها ان هي لسه ما وجدتش الزوج ده. لبس بقى الخف او البوت ليه كذا معنى. الخف او البوت في المنام هو بيجي معاه مثلا مشقه، بيجي معاه خنقه، لان هو ايه واصل لغايه مثلا رجلينا من فوق، فدي خنقه معناها ايه، فيها مشقه. يعني ممكن يكون زوج خلقي، ممكن يكون زوج مش يعني يكون يعني بيفقد اعصابه بسرعه، وممكن يكون عمل بس عمل غير مكتمل، او عمل في مشقه او سعي لمشقه في عمل ما. فاحنا دلوقتي بنقول ان رمز الزواج في المنام ليه كذا تفسير. رمز الزواج في المنام هو الشبشب او الحذاء او الصندل، او قلنا حاجه زي البوت كده. وفي كمان بنرمز ايضا للزوج بلبس الخمار، الخمار او لبس الطرحه عموما. الطرحه في الرؤيه او في المنام للمراه، طبعا هي المراه المحجبه عموما، هو معناها زوج، وكل طرحه وكل لون بيعني صفه الزوج ده ايه، زوج سخي، زوج صادق، زوج مخادع، زوج مراوغ. فكل حاجه في الرؤيه بتدل على رمز معين. اذا شافت امراه انها ترتدي خمار واسع فضفاض كبير مثلا وصل لغايه الارض، ده معناه ان الزوج متدين وكويس وكل حاجه، بس ماكر. الخمار الواسع اللي هو لغايه الارض ده معناها ان الزوج ماكر، يعني بيقوم بشيء من المكر، عنده مكر، عنده دهاء، بيقدر يوصل لقلبها او عقلها عن طريق الكلام الحلو والمزوق، لكن هو في الواقع بيبقى كل ده ايه، يعني الاباندا زي ما بيقولوا عشان ياكل عقلها. وعندنا كمان الطرحة الخضراء بتعني انه زوج عنده صلاح، او زوج تقي، او زوج قريب من ربنا، او من طاعة ربنا. طيب معنا اتصال. منى، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. وانتي طيبة، اتفضلي. انا شفت رؤية ان انا واخويا راكبين سفينة، والسفينة طايرة في السماء. وتحتنا بحر. حلو، بس كده؟ والرؤيه الثانيه ان انا شفت في الرؤيه ان انا بقرا الايه اللي بتقول
قولوا الله أعوذ الرحمن أيام ما تدعو قولها الأسماء الحسنى. الله جميل أعوذ بالله يعني جميل كده يا منى، جميل حلو قوي. شكرا. العفو حبيبتي، هفسره لك حاضر من عينيا. بص يا منى، هي السفينه معناها النجاه، النجاه من الغرق، النجاه من المشاكل، النجاه من هموم الدنيا، وخصوصا لما تبقى كمان سفينه وطايره فوق الميه. الله يا بختك، بسم الله ما شاء الله، معناها ان انت بتقدمي طاعات حلوه وبتعملي اعمال ان شاء الله نحتسبها ان هي اعمال صالحه، وانت ان شاء الله كده يعني نحسبك عند الله من المقربين، يعني انت حد ممكن يكون مجتهد في عبادته، مجتهد في طاعته، بتأدي واجباتك او بتأدي الحاجات المطلوبة منك الدنيوية أو الدينية على أكمل وجه على قدر المستطاع. فأنت هي رؤية جميلة جدا وحاجة حلوة قوي قوي قوي، وطبعا عندك كمان الرؤية التانية بتكمل، يعني أنت لما تشوفي آية بتقول لك إن فيها أسماء الله الحسنى، عارفة إن ده شفاء لك، إنك أنت لما تكرري أسماء الله الحسنى ده شفاء لك من أي نكد. ماشي معنا مريم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله والله، كل سنة وانت طيب. وانتي طيبة يا حبيبتي، اتفضلي. أنا متجوزة أديلي كده 7 أشهر. ماشي يا مريم. وجيت حلمت حلم خير إن عمتي جاية في المنام، بس هي عمتي يعني متوفية، أنا تمام عمتي يعني ربنا يديني. ماشي يا حبيبتي. فحلمت يعني زي ما أكون معمل سمك وكده وهي فايتة في الشارع، فبقول لها يعني انت عمتي اتفضلي تعالي، قالت لي شكرا. قلت لها ازاي حسيتي؟ قالت لي ستك كويسه، يا ستي متوفيه بعدك. تمام. قلت لها عرفت ان انا اتجوزت؟ قالت لي عرفت، لكن مش عارفه تفرحي. فبقول لها ادعي لي ان ربنا يديني. يا رب. قالت انت هتجيبي ولد وهتجيبي بنتين. هتجيبي ولد وبنتين. ما شاء الله ما شاء الله. في الحلم. بص هي يعني مش عارفة، وفي نفس الوقت أختي شمت لي حلم تاني في نفس الليلة، يعني تمام قالت لي حلمت إن واحد بيموت عندنا في البيت وبيقول لها ناديلي مريم، فراحت ناديتني قلت له أيوه، قال لي يا مريم عندك يا بنتي، أنت ربنا هيديكي بنتين توأم. ما شاء الله تبارك الله. فقلت له إن شاء الله، قلت له أنا هجيب بنتين توأم، قال لي أيوه هشتغل أنت هتجيب بنتين توأم. يا رب يا رب ربنا يهديني يا رب إن شاء الله. فاللي قاعدين جنبه راح قالوا ايه؟ قالوا ايوه عشان خطوات الميت، الكلام اللي بيقوله بيبقى على لسانه، مالك يعني هو فعلا. هي بشاره ليكي يا مريم، هي بشاره ان شاء الله من عند رب، من عند رب العالمين ان شاء الله، هي بشاره ليكي، هي يعني الرؤيه الجميله ان شاء الله، بشاره حلوه. بشاره حلوه ان شاء الله. وبعدين رؤيتك لعمل السمك في الاول، انت فعلا هتبكري بالبنات، انت ان شاء الله ربنا يرزقك في البدايه بالبنات، بعد كده بقى بعد كده حلم عمتك اللي قالت لك ربنا هيرزقك ببنتين وولد، يبقى انت ان شاء الله ربنا هيكرمك في الاول بالبنات، فربنا ان شاء الله هيبشرك قريب يا مريم. هي رؤيه جميله وحلوه جدا ما شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله. يعني رؤيه حلوه دكتوره؟ ايه يا حبيبتي؟ رؤيه حلوه يعني كده بشرى؟ جميله. لا جميله، دي بشرى يا مريم. دي احنا عندنا عطله خالفه شويه يعني كده. عندكم ايه؟ مش سامعة يا مريم. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، شكرا شكرا يا مريم. بس هي بشرى يا جماعه، هي جالها قرايبها سواء عمتها سواء ستها المتوفيين، وبيقولوا لا انت هتجيبي كذا وهتجيبي كذا، فالمنام مفسر نفسه. هي بشرى جميله يا مريم والله ان شاء الله، فهي ربنا هيرزقها ان شاء الله ببنتين توأم بقى ورا بعض. هي الاول وهي شافت نفسها بتعمل سمك، السمك ده السمكه عموما هي بنت، انها سوف ترزق ببنت. لو حاجه تانية بتشوف بقى نفسها بتاكل السمك او مثلا بتطهيه على النار وبتشيله في مكان، دي فلوس او ده خير او رزق داخل عليها، لكن ان هي بتعمل الحاجه وما كلتش منها، هي معناها ان ربنا هيبشرها ان شاء الله بالانثى في البدايه، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمها بولد. معانا عبير من اسكندريه، اتفضلي يا عبير. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا لو سمحتي حلمت المره زهرت كده في مناسبه وبزهرت وبرقص وفي واحده بتنزعني من الرقص ومش عارفه. ده في وسط ناس يا عبير؟ ايه؟ في وسط ناس؟ في وسط
عرفت ناس وناس مش عارف في عمر سوني ما معرفهاش وسويت كبيرة في السنة. انت عندك مشكلة في البيت اليومين دول؟ مش قد كده يعني. عندك مشاكل مع حد؟ ومتكرر قد كده الحلم ده. ما هو الرقص، الرقص في غير بيتك في بدون اهلك، الرقص لو في بيتك حاجة تخصك في وسط اهلك. أيوة. اللي هم قرايبك يخصوكي. أيوة. اللي انت تعرفيهم ده حاجة كويسة. اه بتعرفه. في بيتك حاجة كويسة، مع قرايبك حاجة جميلة. لكن مع حد غريب، مع حد غريب في مكان مش حلو يعني مكان مش بتاعك، دي معناها مشاكل يا ماري. يا انت قلتي اسمك ايه؟ عبير. يا عبير معناها مشاكل يا عبير. فانت فاصل الرقص والغنى في المنام مش كويس الا في حاله واحده زي ما قلت لك، لما يكون في وسط بيتك مع اهلك او مع زوجك او مع اولادك ده حاجه كويسه، لكن لو مع حد غريب مش حلو. فانت كل اللي بحلم انا حضرتك لو سمحت كل شيء عايزه زهره ما تطلعش. عايزه ايه؟ انا في الاصل بالحقيقه بعرف زهره. انت بتحلمي ان ايه ما بيطلعش؟ عايزه زغرت. عايزه تزغرتي؟ طب كويس انك ما زغرتيش. ما بعرفش اطلع الزغرت ومكتوب معاها. احمدي ربنا انك ما زغرتيش يا عبير. الحمد لله. بس يضحك يعني. لا عشان الزغروطه الصوت عموما في الرؤيه مش حلو يا عبير. شكرا يا عبير. انت كل اللي تعمليه يا عبير، كل اللي انصحك بيه ان انت لو عندك مشكله تحاولي تداويها وتحاولي تحليها على قد ما تقدري، وتلجئي لربنا بالدعاء ان ربنا يصرف عنك الشر. يعني ربنا ما يكبرش المشاكل وما يخليهاش تكبر ولا تكتر، لان الغنى والزغاريت والصوت عموما في الرؤيه غير مستحب. لكن لو بكى بكى العين بس كده، ده اللي هو نازل على الخد كده، ده بيبقى قرة عين، بيبقى حاجه كويسه يعني، بيبقى فرحه، بيبقى خروج من هم، خروج من غم، مشكله وربنا ان شاء الله هيحلها. لكن الصوت العالي والصخب في الرؤية عموما حتى لو ضحك غير مستحب. يعني لما تلاقي نفسك بتتحكي بصوت عالي في الرؤية اعرفي انها مشاكل جامدة. لكن التبسم حاجة جميلة، يعني كنت تتحكي كده ابتسامة خفيفة من غير صوت، من غير قهقهة او من غير كركعة زي ما بيقولوا، فده يعني يبقى طبعا اللي هو من غير صوت افضل بكتير، وبيبقى حاجه جميله وحاجه كويسه ان شاء الله داخل عليكي وسرور. لكن الصوت العالي والصخب ده مشاكل ودوشه وقلق، وربنا يعزك يا رب ويصرف عنك الشر وعننا وعن جميع ما خلق يا رب ان شاء الله. دلوقتي زي ما شفنا هو برده من ضمن الرموز اللي احنا وصفناها، الرأس عموما او الغنى والزغروطه في الرؤيه ده رمز مش مستحب، حاجة مش داخلة عليكي كلام بزعيق بعصبية بنرفزة بخصومات، يعني خصومة بينك وبين حد يعني. فبالتالي انت هتبتدي بقى تفقدي شعورك وتبتدي تتكلمي وتزعقي وتخشي في مجالات كلها جدال. فاللي يجيله حاجة زي كده نصيحة مني انه يعني ايه، لما يشوف حاجة زي كده بيدفل على يساره ثلاث تفلات ويصحى يستعيذ بالله وما يحكيهاش لحد. لو يعني حكاها زي كده يعني هي دلوقتي حكت خلاص ما فيش مشكلة، تتروح البيت تتوضى وتصلي ركعتين لربنا سبحانه وتعالى وتبتهل بالدعاء ان ربنا يرفع عنها البلاء. معنا ام ولاء. ام ملك اتفضلي. يا ام ملك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا حليت يا ام المتوفية في الحقيقة. تمام الله يرحمه. وحلمت ان اخويا ومرات اخويا قاعدين بيخبزوا. قاعدين ايه؟ قاعدين بيخبزوا عيش. تمام. في الفرن اللي هو بتاع زمان البلدي. في الفرن بتاع حلو ماشي. الفرن اللي هو الطين بتاع زمان. ايوه. بتخبز عيش بقى ولا فطير ولا بتخبز ايه؟ لا بتخبز عيش. تمام. فمرات اخويا قاعده بتناولها العيش. حلو. فقالت لي ايه، مرات اخويا راحت قامت كده نفضت نفسها من الدقيق وقالت لي تعالي انت كملي عشان انا تعبت. حلو. فانا قعدت مكانها فبناول العيش لامي. حلو قوي. فانا ما بعرفش اخبز الصراحه في الحقيقه. في الحقيقه. بس في الحلم الرزق بيوسع معايا وبيكبر بسرعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، رؤيه جميله. والحلم خلص بقى يا فندم، هي امي متوفيه.
ما فيش مشكلة. وإيه يعني متوفية؟ هو الناس ليه لما بتشوف حد متوفي في المنام بتهيأ لهم إن هم هيموتوا أو هيجرى لهم حاجة؟ ده بالعكس، رؤية الميت حلوة قوي على فكرة. حضرتك في الحقيقة مرات أخويا تعبانة يعني شوية، مش مشكلة، فأنا قلقت عشانها لما هي قالت لي تعالي كملي عشان أنا تعبت. هي مريضة قوي يعني؟ أيوة هي مريضة قوي. مرات أخوكي دي مريضة قوي؟ كشفت والدكتور قال لها أنت عايزة عملية. ربنا يعافيها يا رب، ربنا يشفيها، ربنا يشفيها هي واللي زيها، ربنا يشفي مرضانا جميعا. شكرا، انا هفسر لك. حاضر. يعني هو عموما العيش جاي من اسمه، هي الخبز والقعده قدام الفرن. الفرن ده عباره عن ايه؟ انت بتأدي واجبات الحياه. العيش عيشه، وبالذات العيش المدور اللي هو اللي احنا بناكله وشكله حلو وطالع ظريف، وانت بتقومي بواجباتك. انت الرؤيه بتدل على ان شاء الله ربنا هييسر لك الامر في 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 الدور بتاعك اللي انت هتقومي بيه في حياتك. او مرات اخوك هتقول لك بقى انا تعبت تعالي، يعني دي ما نقدرش نفسرها ان هي مثلا عشان مريضه، وان هي ليها كذا تفسير. يعني هي ممكن التفسير اللي في دماغك الاولاني، التفسير الثاني انك انت ممكن تكوني هتخدميها، ممكن هتقومي بعملك وواجبك تجاهها، وربنا هيقويكي وهيديكي الصحه وهتقدري تشيلي الشيله بدلها. يعني انت هتخدميها في حاجه او هتقومي معاها بواجب في حاجه، هتشيلي الشيله بدلها وربنا يشفيها يا رب. معانا هويدا. ايوه. الو. دايما. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. هويدا عبد المنعم. مين معايا؟ هويدا. طب لو سمحتي وطي صوت التلفزيون يا هويدا عشان اعرف اسمعك حلو. من اسوان. ماشي يا هويدا، وطي صوت التلفزيون واتكلمي في مكان فيه شبكه يا هويدا. ماشي. ماشي مع حضرتك، اتفضلي. انا دايما بحلم يا دكتوره اني اسلم، عايز اطلع سلم او انزل. بس بخاف يعني اقعد على السلم كده. انت كنت داخل تشوف الحلم يعني. تمام. انا على السلم وخايفه انها تطلع او تنزل. دي مين اللي بتشوف كده يا هويدا؟ بنتي في ثالثة ثانوي. في ثالثة ثانوي. هي في ثانوية عامة طبعا. ثانوية عامة. ثانوية أزهرية. ايه أزهرية. طبعا. الأزهرية برضو بتبقى عاملة زي الثانوية العامة. هي بس بنتك عندها أرق من ناحية المذاكرة والامتحانات، وعقلها الباطن شغال، يعني دماغها شغالة يا هويدة في المذاكرة وفي الهنجح هسقط هنجح هسقط. ده عقل باطن يا هويدة. ما تركزي. ما هي خايفة يا هويدة، هي عندها خوف ورهبة من المستقبل. أيه. عندها خوف ورهبة من يا ترى هنجح واجيب مجموعة اخش الجامعة، ولا هقعد في البيت ومش هنجح، ولا هعمل ايه؟ فهي دماغها يا حبيبتي رايح لمستقبلها. انت بس شجعيها وهديها وان شاء الله ربنا ينجحها، وادعي لها بس. ان شاء الله. ما لو سمحتي بنتي صغيره. تمام. يعني في عندي نقص اكسجين، بس الدكتور يحلمها دايما احلمها انها ايه فيها ايبر كده من ودايما بترجع، او تعبانه او حد بياخذها مني حد يموتها. يعني في كل واحد كده يحلمها على مره كده حلم كده وهي صغيره كده. لا معلش فسري كده شويه هويدا، معلش عشان مش نعمل كده. بتقولي ايه بالراحه كده وانت بتتكلمي بشويش؟ بنت صغيره عندها 4 شهور. عندها 4 شهور؟ 4 شهور. صغننه لسه بترضع. اكسجين. مالها؟ دايما احلمها دكتور انها يعني حاجه كده غريب، حد يصطفها، حد يموتها، حد يعني حاجه بتخوفها بترجع، وحد يخشى ان احلمها دايما. كل ما احلمها حلم وحش كده. على طول انت حاسه ان حد عايز يأذيها يعني. حد بيخطفها، عايز يموتها، حد يعني حواليها كده منكفه. لا انت بس يا هويدا، انت بس بصي، انت عليكي انك انت تدعي لبناتك وقبل ما يناموا تحصنيهم بالاذكار وبقرايه القران، ودايما ادعي لهم بالخير ان ربنا يصرف عنهم البلاء، وان شاء الله ربنا هيستجيب لك يا هويدا. ربنا بيستجيب للام، بس هو يعني بيحب يسمع صوتنا. حصنيها دايما، طول ما انت قاعده كده اقري لها المعوذتين، طول ما انت قاعده كده اقري لها الفاتحه، دايما كده حصنيها بالله. ماشي، شكرا يا هويدا.
شكرا يا هؤي. ده هو بس يا جماعه بتبقى احيانا قلنا اضغاث احلام، خوف الام والاب على اولادهم بيبقى زايد شويه فيبتدي يترجم بكذا طريقه. فاحنا يعني احنا قلنا ان الحاجه الحلوه اللي بنشوفها دي بشاره من رب العالمين، نحمد ربنا ونشكره عليها ونطلع صدقه بنيه ان ربنا يكملها على خير، ولو حاجه وحشه برضو نطلع صدقه ان ربنا يصرف عنا البلاء والوباء ويصرف عنا الشر كله. يعني في كلا الحالتين هو خير من ربنا، ربنا بينبهنا يعني نعمل حاجة حلوة لوجهه أو إن إحنا نعمل حاجة حلوة صدقة إن ربنا يصرف عنا كل شر. بس فهي بس أحيانا الأهل بيبقى إيه إحساسهم زايد بولادهم أكتر شوية. فطبعا يعني كل واحد ليه أسلوبه في المنام بتاعه. يعني في ناس بتحلم بتشوف رؤى والرؤى بتاعتها واضحة وصريحة، الرمز في المنام بيطلع هو تفسيره هو نفس المنام اللي شافه. واحد تاني بيشوفه بأسلوب محور. واحد معانا أبو عبد الرحمن من الأردن. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي دكتورة ما فيش تفسير رقم 6 في الحلم، لما يجي حد يقول لي بيقول باقي 6 على الفرج، مع العلم دكتورة إنه مر 6 سنين ويعني 6 أيام وست شهور وست سنين ما تغيرش حاجة. طب ممكن معلش تفسر بشويش كده يا ابو عبد الرحمن، يعني سنه سنه معلش عشان حضرتك بتقول ايه تاني؟ معاك انا معاك. شخص بيقول لي بالحلم انه باقي 6 للفرج. عمل معلش تاني؟ باقي 6 للفرج. باقي 6 باقي 6 للفرج. للفرج. ومع العلم انه دكتور مر ست يعني كل المراحل الزمنيه اللي بسته، 6 سنين وست شهور وست يعني مر 6 وما بتغيرش حاجه. للفرج، انت عندك مشاكل ومستني فرج من ربنا، صح كده؟ ايوه. يعني انت انت عندك التلفزيون. تمام، انت عندك مشاكل في بيتك او في عيلتك او في اسرتك. اي والله. تمام. وانت بتفكر ليل ونهار امتى الفرج هيجي من ربنا، صح كده؟ انت كده عقلك الباطن شغال زايد عن اللزوم في ان انت يا رب امتى هتجيب الفرج. فاللي بيطلع لك في المنام او بيطلع لك في الحلم او في الرؤية ايا كانت بيقول لك باقي 6 للفرج. الستة دي او الحسابات دي عند ابن سيرين والنابلسي، هم بيقدروا، دول كانوا علماء اجلاء وطبعا من الصالحين، واحنا عمرنا ما نقدر نوصل للمنزلة بتاعتهم مهما عملنا. لكن ان هو حد بيبشرك ان باقي كذا على الفرج ايا كان بقى الستة دي ايه، يعني الستة دي ممكن ما تطلعش 6 زي ما انت ما بتقول، ولا 6 شهور ولا 6 سنين، ممكن تطلع حسابات تانية خالص، العلم عند الله. تمام. بس ان باقي كذا للفرج ان انت ان شاء الله بامر الله في حاجة. ماشي يا ابو عبد الله انا هكمل لك، شكرا. ان في حاجة ان شاء الله بامر الله قريب ربنا هيفرجها عليك. انا بقى هقول لك تختصر الطريق ده بايه يا ابو عبد الله، انك انت تطلع صدقة ان شاء الله يا ربي نقول دينار، ماشي، كل يوم لحد يكون مثلا بيفطر، حد يكون فقير، حد يكون ايا كان، الصدقة دي تطلع بنية ان يا ربي الفرج ده لو بعيد قربه، لو الفرج ده يا رب اتأخر يعجلهولي. فانت ان شاء الله عايز الفرج ده يجي قريب ان شاء الله، اعمل كده زي ما بقولك اتصدق ده ومرضاكم بالصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو حد عنده حد مريض قوي وتعبان ومش عارف هو عيان من ايه وكل شوية بيشتكي انه عند الدكتور ده وهنا وهنا وهنا، يطلع صدقة. حد نفسيته تعبانة يطلع صدقة. حد مش عارف هو فيه ايه وجايله اكتئاب والدنيا معاه مش، يطلع صدقة بأمر الله ربنا هيفك الكرب. وده عن تجربة يا جماعة، والله انا مش بفتي، ده عن تجربة. اللي ان شاء الله ان شاء الله عايز ربنا يفرجها عليه وعايز ربنا يفك كربه ويفك ضيقته الصدقات. الصدقات. فانا مش هقول لك اكتر من كده، هو ده اللي هيسرع وهيقرب. انت كده يبقى هي الصدقة اللي انت هتعملها هي دي ان شاء الله اللي هتقرب الفرج بتاعك. وما تقلقش ان شاء الله قريب. طالما حد بيبشرك يبقى فيه خير، دي بشرة خير، بس اكيد في تقصير من عندك مانع الخير ده. او مش منعه، يعني ربنا ما بينعش الخير عن حد يا جماعه، هو بيبقى بس ايه يعني متاجل شويه،
متأجل عشان ربنا عايز يسمع صوتك وعايز يشوف تصرفاتك وعايز يشوف صداقاتك، بيحبنا عايز يقربنا منه. يا جماعة هنعمل إيه؟ فدي هي الحقيقة الواضحة. فده خير إن شاء الله، ربنا يجعله خير ليك وخير عليك وعلى كل واحد يا رب إن شاء الله من أمتنا وأمر الله. ونرجع نشوف بقى الرموز تاني يا جماعة. قلنا رمز الخمار أو الطرحة في الرؤية دي رمزها الزوج، وكمان وحسب بقى طولها وحسب لونها، الأبيض منهم مثلا الزوج اللي هو الخالص النقي، الأخضر الصالح اللي هو بيعمل طاعات وقريب من رب العالمين، نقدر نقول الأسود ده في الرؤية ده حاجة حلوة يا جماعة، ده معناها زوج ثري أو زوج يعني عنده سيادة، مش معناها حاجة وحشة. لأن في ناس تقول لك أنا شفت نفسي لابسة طرحة سودة، يا ستار يا حفيظ السواد ده حاجة تكتم كده وتجيب معرفش. لا، السواد ده حاجة جميلة. معانا ريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لو سمحت مرة خدت بصوص شوف حد بتنور. الله. جبت مرة وبعدها خاتم كله فصوص بتنور، صح كده؟ ايوه دبلة عاملة زي فصوص السبحة. الله. طيب هل فضة؟ هل فضة؟ خاتم فضة وراها محبة. فضة ذهب نوعها ايه يا ريم؟ زي حد السبحة بالظبط بس بتلمع، مش عارفة ايه، وبعدها محبة تمام وراها محبة فضة. يعني هو عموما رؤيتك جميله يا ريم، اشكرك. هفسرها لك حاضر. انت لو مش متزوجه هتتجوزي، لو متزوجه ربنا هيكرمك بزوج لبنتك لاختك لحد يخصك قوي، وهتفرحي فرح جميل وفرح شديد بالحاجه دي. والخاتم اللي هو فيه فصوص بتنور دي معناها ايه؟ نور جايلك وطاقه ايجابيه، ولازم تسبحي كتير وتستغفري كتير عشان ربنا ان شاء الله يحقق لك الحاجه اللي في دماغك اللي هي هتشوفي بعدها المحبس الفضه والدبله الذهب. فهو خير جاي لك جامد ان شاء الله، بس لازم تكوني ايه؟ على ذكر من ربنا، وعندك ايه؟ انت عندك روحانيات، الفصوص اللي بتلمع دي روحانيات، وهي ظاهره للناس، هي باينه، هي واضحه وظاهره لناس، واضحه جدا كمان، مش واضحه يعني اي كلام، لا هي ظاهره قوي قوي قوي، والناس واخدين بالهم انك انت حد عنده طاقه ايجابيه، عندك نور زي ما بيقولوا. فطبعا مع الذكر مع الدعاء مع انك انت تقربي من ربنا ان شاء الله الكلام ده بامر الله يتكل القريب ويبقى حاجه كويسه. لو ما كانش جواز او خطبه او كده فهو عمل مشترك بينك وبين حد، وان شاء الله ربنا هينولك المراد، هو خير ان شاء الله. معانا رحمه. ايوه يا رحمه، السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام. انا عندي حين بسيطه انت عايزه حاجه. اتفضلي معاكي يا رحمه، اتفضلي. طيب انا دايما بحلم ان اسناني بتقع وبحاول اقلعها بس هي مش بتقع. انت الحلم ده بقاله يعني فتره كده حلوه يعني. لا، انت بتحاولي تقلعي اسنانك القدامانيه ولا الخلفيه ولا ايه بالظبط يا رحمه؟ لا، هي اللي تحت القدامانيه، اللي تحت. يعني انت اللي بتحاولي تخلعيها. ايوه بس مش بسرعه، فهي الحلم ده بقاله فتره مدويه. لا، انت اللي بتخلعيها بايدك يا رحمه، مش هي اللي بتقع. ايوه. تمام. مش بتقع بس مش بسرعه. انت عندك مشاكل في العيله على ورث او كلام في فلوس؟ لا احد. لا حضرتك انا عندي 18 سنه يعني مش عندي ورث ولا حاجه. لا، ما هو الحلم ده حلم السنان ده بالذات بيقوم على عدد السنين يعني. أيوة ملوش حضرتك. هو طيب انا عندي حلم ثاني. طيب قولي، ما انا هفسر لك. حاضر، قولي. أيوة. الحلم الثاني ماشي يا رحمه. حاضر حضرتك. انا حلمت قبل كده ان واحده ضيفنا جابت لنا كيس، جابت لي كيس انا وقالت لي خبيه عندي ماشي حضرتك. وكيف ده انا اخذته وعينته في جنب وايه كان في ايه؟ كان في ايه الكيس ده؟ كان في ايه؟ كان في هدوم، في ثلاث عبايات، عبايات حلوه خالص. عبايات؟ عبايات جدي. وقمت اخذت منهم ثلاثه وهي ما تعرفش وحطيتهم في جنب. فاجت وقلت لها انا حاطط عبايتين.
مخبيها في الدولاب. فقالت لي طيب انا عايزاها، انا عايزه اللون ده، انا حباه انا عايزاها. قلت لها لا انا هاخد الثلاثه وايه ومش هديكي حاجه، فالفيلم ده بس. تمام ماشي يا رحمه، خلاص انا هفسر لك. شكرا يا رحمه. هو الحلمين تقريبا كده هم مرتبطين ببعض، يعني ان حد استودع عندك امانه وانت كان عينيكي عليها عايزه تاخدي منها، وفعلا انت في الحلم الثاني العبايات انت نولتي من الشيء ده. هو ممكن يكون فلوس، ممكن يكون حاجه تانية غير فلوس، ايه هي الله اعلم. فانت لما خدتي منها هي دي السنان اللي انت بتحاولي تشيليها بايدك وعايزه تحطيها في ايدك، دي انت عايزه تنولي شيء او وده على عدد السنين، على عدد السنان اللي انت بتحاولي تشديهم. وانت قلتي في الرؤيه الثانيه ان هم ثلاثه، والله اعلم، يعني انت في حاجه في المستقبل جايه لك بس انت عينك عليها ومش هتسيبيه، وانت مش هتسيبي الحاجه دي الا ما تنولي منها، وهيحصل. بس اللي حواليكي هيوبخوكي او هيقولوا لك اللي انت عملتيه ده ما يصحش وغلط، وانت لازم ترجعي عن اللي انت عملتيه، بس انت لا هتبقي مقتنعه بارائك وافكارك واللي انت عملتيه ايا كان الشيء ده بقى، يعني مش شرط يكون فلوس، ممكن يكون حاجه تانية، انت هتنولي حاجه تانية في دماغك، ايه هي الله اعلم. شكرا يا رحمه، بس انا بنصحك يا رحمه يعني حاولي ترجعي لربنا شويه يا رحمه، يعني مش كل اللي نفسنا فيه بيحصل، مش كل اللي عايزينه بنوله. عايزه حاجه اطلبيها من ربنا، وعلى قد ما تقدري استخيري. استخيري بقى ايه؟ في جوازه، في شغل، في مصلحه، حاولي على قد ما تقدري مش كل حاجه عينك تروح لها تبقي عايزاها او تبقى بتاعتك، لان البني ادم بطبعه يا جماعه يعني طماع، احنا معروفين. معانا ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ انت طيبه. وانت طيبه. مرتبني فرقه بتكرر معاها، مرتبني يعني. مين؟ مرتبني فرقه بتكرر معاها، مرتبني يعني، مرتبني. مرتب بتحلم ان هي بتموت ورافع الصحه كده في الشاهد. لا بشويشه بشويشه ام محمد عليا عشان اللي بيتكلم بسرعه كده، انا ما بالراحه اتكلمي معايا بشويش بشويش بتفسير كده بالراحه. ماشي يعني مرتبني في رؤيه بتكرر معاها على طول. طيب بتحلم ان هي بتموت ورافع الصحه السبابه وفي الشاهد، يعني بتكرر معاها الرؤيه على طول. بتحلمي بيها انها بتموت؟ هي اللي بتحلم، هي اللي بتشوف نفسها بتموت. بتشوف فيك انت اللي بتموتي؟ هي هي اللي سهلة بس هي اللي بتموت ورافعة صباعها رضوة الشاهد. تمام تمام. ورؤية البنت تاني بقى، رؤية البنت تاني. بنت شافت الدنيا ان هي بتروح المقابر، ان هي في المقابر. ومعاها جماعة مسيحيين، طلع قال لي كده معايا هتقول في المقابر. شافتها في المقابر ايه بقى بتقولي؟ شوف معايا اثنين جماعة مسيحيين في معاها مسيحيين. مساجين. في المقابر وشافها معاها اثنين مسيحيين، بتقول قال لي اسمع قال لي ابن الحدو ان معاها من معايا الناس معاها مسيحيين. بتفتكر ان هي معاها مسيحيين الله يخليك، وادعي لها ادعي فوق 24 يوم بالصراحه، ادعي لها الله يخليك يا دكتوره. ماشي ربنا يفكك. وصلت قال لي قال لي ابن الحدو في المقابر. قال لي ابن الحدو تستغرب ان هي معاها ناس مسيحيين في المقابر، نسوها حريم المسيحيين في جهنم. بصي يا ام محمد، بصي يعني ايه، هو اولا الموت في الرؤية طولة عمر مش حاجة وحشة، بس ان هي بتتشاهد وشوية هي في المقابر وشوية معاها اشخاص على غير ديانتها، هي واقعة في مشاكل، يعني هي واقعة في مشاكل، المشاكل دي ان شاء الله الشهادة دي خروج من المشكلة بامر الله، يعني هي ان هي تتشاهد او تلاقي نفسها كده بتنطق شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هي خروج من الهم والغم بامر الله. هي عندها مشاكل ومشاكل ممكن تكون روحانيه وممكن تكون نفسيه وممكن يكون حد اذيها، العلم عند الله. فهي ان هي شايفه نفسها كده وفجاه بتتشاهد، فهي دي حاجه مش وحشه. والمقابر واللي هي بتشوفه ده يدل على الكلام اللي انا بقوله لك والله اعلم. فهي بس تقرب من ربنا شويه وتتصدق وتدعي ربنا كتير، وانت برضو ادعي لها، دعواتك ليها برضو مهمه زي امها بالظبط، فانت ربنا كده يكرمك ويكرمها ان شاء الله ويصرف عنا وعنها البلاء بامر الله ان شاء الله يا رب. بس يا جماعه فهي كده كل واحد زي ما قلت لكم ليه طريقته في انه بيشوف الرؤية بشكل غير التاني، مش كل واحد هيشوفه في المنام زي انا، مش زي اختي، مش زي بنت عمي، مش زي صديقتي، كل واحد ليه اسلوب وليه طريقه وليه بيئه وليه مناخ
وليه ثقافه وليه زي الابراج بالظبط، الابراج اللي هي الفلكيه مش التوقعات ولا الكلام اللي احنا ما بنؤمنش بيه ده، لكن احنا بنقول الفلك ده علم، وان مثلا بنقول البرج ده عشان كوكب كذا بيتعارض مع كوكب كذا فبالتالي الاجواء عنده بتبقى مش عارف ايه. فكمان في الحلم نفس الكلام، او الرؤيه هي بتنام بتشوف، في ناس بيشوفوا أضغاث أحلام اللي هو بيخرف طول ما هو نايم بيخرف، اللي بيشوفه ده بيبقى عبارة عن هواجس مش أكتر ولا أقل. واحد تاني بيبقى شايف حاجة ترجمها طول النهار مشاكل وأرق وقلق بيبدأ يترجمه بالليل وهو نايم. واحد تالت ربنا بيبعت له بشارة بحاجة مفرحة عشان خاطر بيبشره وبيقول له إن شاء الله نهاية صبرك قربت وفيها خير. واحد تالت ربنا بيبعت له انذار ان انت لو كملت في الطريق ده او في الحاجه دي غلط ومش حاجه مش لا تحتسب وحاجه مش ظريفه وحاجه انت المفروض تاخد بالك منها وما تعملهاش عشان ده طريق مش كويس. معنا اسماء. الو. ايوه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا حلمت حلم. اتفضلي يا اسماء. انا اختي حلمت من يومين ان في عروسه بيلبسوها ولابسه ابيض في ابيض من غير عريس. تمام. وفي نفس الحلم في نفس اليوم حلمت ان انا بشتري فراخ بيبي. تشتري ايه؟ فراخ بيبي. معلش يا اسماء تاني. بقول لك في نفس اليوم حلمت ان انا بشتري فراخ بيضة. فراخ بيضة؟ وطي صوت التلفزيون يا اسماء عشان اعرف اسمعك. الو. وطي صوت التلفزيون عشان مش عارفه اسمعك الحته الاخيره دي. بتقولي انا سامع حضرتك. انت بتقولي انت في نفس اليوم شفتي انك انت بتشتري ايه؟ انا في نفس اليوم حلمت ان انا بشتري فراخ بيضة. فراخ بيضة؟ طب ايه اللي جاب الحلم ده للحلم ده يا اسماء؟ قصدك يعني قصدك ان الفراخ البيضه بقى انت ذبحتيها هي دي العروسه اللي اتزفت ولا ايه؟ مش فاهمه. لا انا ما ذبحتهاش، انا حلمت ان انا بشتري فراخ، عايزه اعرف ايه معنى كده. لا الفراخ دي فايده ليكي مش حاجه وحشه. طيب ماشي، ممكن حاجه ثانيه معلش. بس العروسه اللي هي بتتزف ومن غير عريس دي والله اعلم، حد من جيرانكم من قرايبكم من معارفكم يعني عيان مريض هيبقى بين ايدين ربنا مش اكتر ولا اقل. طيب شكرا. بس كده شكرا يا اسماء. فهي اسماء ما اعرفش ايه اللي دخل الاحلام مع بعضها، بس هي يعني شكلها بتربط الاحداث ببعض. طبعا هي اللي شافته اختها حاجه واللي هي شافته الشر عموما في المنام مش حاجه وحشه، وخاصه لو الحاجه اللي داخله عليك دي ما فيهاش شر يعني ما اشتريتش عقربه مثلا، اعوذ بالله، ما اشتريتش مثلا حاجه مريبه او حاجه مخيفه او حاجه كده، لكن هي اشترت فراخ. الفراخ في الغالب احنا بناخدها ونعملها وناكلها، فهي منفعه داخله عليها والله اعلم. بس يا اسماء ما تقلقيش ان شاء الله كله خير. بس فمن ضمن الرموز قلنا الخمار او الطرحه ده زوج. كمان من ضمن الحاجات اللي هي بتبشر البنت او الانثى ان هي داخله على مرحله الجواز، البنت هي اكتر من الولد كمان، الكحل في عينيها. لو شافت نفسها بتكتحل بتحط كحل في عينيها تعرف ان ده زواج، وزواج هي حباه او هتبقى معجبه بيه، او هي زواج مبسوطه بيه، لان الكحل بيزين العين. معانا محنين من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. إيه انا معي كرش الله يبارك لك حولك وبعد كده اسف. اتفضلي يا محنين مع حضرتك. بصي حلمت ان اللهم اجعله خير، حلمت ان انا عند الكعبه. تمام. واللي بيصلي بينا ده الامام بتاع الحرم الكعبه نفسه. تمام. معي اخويا وابويا وانا. ربنا يخليهم لك عايشين طبعا. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله ربنا يخليهم لك. عايشين الحمد لله. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليكي حبيبتي. فانا دخلت الامام ده بقول له ان معايا اخويا الكبير ده لسه ما اتجوزش. تمام. فقال لي ان شاء الله هيتجوز. يا رب. فاخويا خده برضه كده، اخويا خدني وقعد يبص فيه. ومعايا والدي ده انا اديته الشبحه واديته الكلابيه وقعدوا يطوفوا حوالين الكعبه.
تمام. يعني اخوكي ورحتي اخوكي بتقولي حضن مين وباسو؟ نعم بتقولي حضن حد في المنام وباسو مين؟ هو حضن الامام بتاع الحرم بالكعبه نفسه. الله اكبر. فحضنه وقعد يبص فيه زي كده اخويا، فمعايا وليد اديته السبحه والكلابيه والبسه وقعد يطوف حوالين الكعبه. اما انا فانا مسكت انا القوات الصغيره وقلت امسح في الكعبه. ما شاء الله ما شاء الله. وقعدت في مقام سيدنا ابراهيم برضو، ان انا رحت عملت كعبه وعمره قريب ما ليهاش شهر كده او شهرين، فما رحتش في الكعبه ومسكت الحرم مع الاحتراز الحاجه اللي حصلت وقتي. فدلوقتي انا مسكت الفوطه وقيت امسح في الكعبه كلها. الله اكبر. ومقام سيدنا ابراهيم قعدت امسح فيه وقلت الله انا مسكته، انا مسكته لما عملت ما مسكتهوش قبل كده. فرحت اللهم اجعله خير زي كده وصليت ركعتين. صليتي ركعتين اللي هو ما بنخش حجر؟ صليت ركعتين امام سيدنا مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام. عليه السلام. وبعد ما صليت ركعتين قمنا صلينا الظهر بتاع الكعبه ده. انا بصلي بعد ما اصلي صلاه الظهر بتاعي كده اتكيت ظهر الكعبه. بس انت كده كده هناك صح كده؟ ايه؟ انت كده كده هناك يعني بتعملي عمره على طول؟ انا عملت عمره اول عمره اعملها وكنت اروح عمره ثانيه، فالحمد لله ما رضيتش ربنا اتكفلت لحد لا هتروحي تاني قريب ان شاء الله. دعي الله يبارك لك. أمين. هتروحي قريب واخوك ان شاء الله برضو ربنا هيوعده، ابوكي ربنا هيوعده بامر الله، وفي المروحه دي ربنا هيفك عقده اخوك زي ما بيقول ان شاء الله، هيجي له ان شاء الله ربنا هيكرمه هيفكها عليه. سنه 35 سنه ولسه ما اتجوزش، لقيت الامام ده قلت له دعي له قال لي هيتجوز. ما انا بقول لك هو ان هو حضن الامام وباسه والكلام ده كله، وانت مسحتي الكعبه بالفوطه، انت بتعملي اعمال جامده قوي من دول. دعي له الله يبارك لك. بس انا هقول لك رؤيه ثانيه. قولي. حلمت اللهم انا فتح له خير ان انا نايمه وكان زي نور شديد، اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. النور ده الشديد ما عرفوش الرسول ده الله اعلم ما عرفش، اللهم صل على محمد. الصلاه والسلام. فجاني قال لي ان انت حامل. قال لك ايه؟ انت حامل. انت حامل؟ هو قال لي انت حامل. تمام. انت معاكي ولاد؟ مش انت معاكي ولاد؟ انت معاكي ولاد صح؟ انا معايا بنتين. بنتين، طيب تمام. فجاني قال لي انت حامل. قلت له الحمد لله. قال لي قال لي ولد هيبشرك. ما انا لسه هقول لك هو هيبشرك بالذكر دلوقتي. ايه؟ هو الرؤيه جايه لك يبشرك بولد يعني. بصي انت ايه حتى الله يبارك لك. قال لي ان انت حامل وفيك حامل ولد ولد. قلت له ولد. قال لي بعد كده بنت. قلت له بنت. قال لي ولد. ان شاء الله ان شاء الله. ممكن يكون توأم والله اعلم، بنت ولد الله اعلم. يعني دخلت هخش في الشهر الثالث. ما انا بقول لك انت ممكن تكوني حامل في توأم، ممكن تكوني حامل في توأم كمان دلوقتي والله اعلم. والله يعني دلوقتي هو الرسول ده ولا سبحان الله؟ لا هو مش شرط يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، هو هاتف من عند الله. بس عارف نور شديد يعني نور شديد. ايوه ما هو النور الشديد مش قال لك زمن الانبياء انتهى؟ ظل منه الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة دي زيها زي مكان سيدنا جبريل. شكرا انا هكمل لك عشان بس ما اطولش عليك التليفون. زي ما سيدنا جبريل كان بينزل على سيدنا محمد، فهي دي الحاجة دي زي كده، هي دي رسالة من عند ربنا وملك جاي لك بيها بشرى. فهي بشرى حلوة، وطبعا البشرى الحلوة دي أنا أحب طبعا أختم بها البرنامج بتاعي، هي من ضمن الرموز الجميلة اللي احنا قلنا زمن الأنبياء انتهى، فقدنا منه كل شيء وظل منه الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة اللي هي بتبشرنا بكل ما هو جميل، كل ما هو مفيد، كل ما هو يعني نقدر نقول التحقيق وجبر لخواطرنا والأمنياتنا، وبتبقى هدية من عند رب العالمين. ودي أحلى رموز اللي ممكن الإنسان يشوفها بعد طول صبر وبعد عناء طويل وبعد انتظار وبعد شوق، نستنى حاجات كتيرة قوي 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 قوي، وبعدين في الآخر ربنا يكبر بخاطرنا ونبص نلاقي الملك نازل بيبشرنا بيها وبيقول لنا إن شاء الله صبركم جميل، وإن شاء الله حلمكم إن شاء الله قرب يتحقق، وربنا يجعل أحلامنا وأحلامكم كلها خير ويجعلها إن شاء الله جميلة زي اسم برنامجنا أحلامنا الجميلة. وتصبحوا على أحلام جميلة.